إن فلسطين اليوم هي آخر ثورات الإنذار، والتي مدقيها كونية والنصر كوني. اليوم 26 أذار هو ذكرى صدور أول عدد من جريدة السفير. هيدي مناسبة كنا كل سنة بالسفير نسميه العيد، عيد الجريدة، عيد السفير. كونه رقم 50 مميز، أو أكثر من هيك لأنه الوالد فارقنا سنة الماضية، كانت مناسبة لحتى نوجه له تحية بهيدي الذكرى. أول شيء بـ 2009 لما طلع الأستاذ طلال سلمان رجل العام برجل الصحافة بالعالم العربي، انطلب منه كليب صغير عن قصة حياته باختصار، يعني 3-4 دقايق. ونحن ارتقينا بهذاك الوقت أنه بما أنه رح نعمل هيدا الكليب خلينا نفوت أكثر بتاريخه أو بأرشيفه أو بحياته الشخصية ونعمل شيء شوي أكبر من الإيفنت يعني. ومن هون طلعت فكرة الفيلم. نطلق اللي قلنا أنه هو التجديد لموقعه الإلكتروني talalsalman.com، صار بيحوي على جزء أكبر من إنتاجه، من كتاباته ومن مقالاته. وحتى نكمل كمان هذه الخطوة بالتطوير، حولنا كل كتبه لكتب رقمية إلكترونية صارت موجودة كمان على الإنترنت. السفير وقفت، صدرت آخر عدد بآخر يوم من سنة 2016، ومن وقتها في محاولات نضل حاضرين ولو بطريقة ما على القليلة بالإنتاج اللي نعمل خلال 43 سنة من الصدور. طلعنا نحن أرشيف السفير كامل على الإنترنت، يعني الجريدة وقفت بس الهوية بقيت، وعم نجرب نقدم أي شيء بنقدر لحتى نحافظ على وجودها وعلى خطها.